بسم الله الرحمن الرحيم. انا احمد روكي، سايبر سيكيورتي هيد في شركه اي اي اكتيف، واوفنسيف سيكيورتي ريسيرشر في شركه كوين نتورك. النهارده هنتكلم عن الاي او تي هاكينج بالنسبه للناس اللي لسه حابه تدخل ان هي تدخل المجال، او اللي محتاج ياخد بس فكره بسيطه عن المجال. هنتكلم النهارده عن البنفيتس اللي ممكن تعود علينا كبشر ككل، او للناس اللي هتتخصص في الاي او تي هاكينج، او للشركات او للاند يوزر. هنتكلم برضو عن التحديات اللي ممكن تقابلنا كبنتريشن تيستر او كريت تيمر او كواحد محتاج يبدأ في موضوع الاي او تي هاكينج. هنتكلم برضو عن الفرص المتاحة في المجال. مقدمة، في البداية حابين نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخلي في جهاز فالنربل مثلا لثغرة معينة من اجهزة الاي او تي. ليه ممكن جهاز مهم زي مثلا اي جهاز سمارت موجود عندنا في البيت ممكن يكون معرض لثغرة؟ ليه الحاجة دي مثلا بتعدي على الشركة؟ مهما كان حجم الشركة ليه الحاجة دي بتعدي عليها؟ أول حاجة عايزين نكون عارفين إن تكلفة إن الشركة تعمل باتشنج أو تنزل إصدار فريموير جديد لجهاز معين بيكون تكلفتها عالية جدا. دي أول حاجة. تاني حاجة، بالنسبة لليوزر العادي بيكون صعب عليه إن هو يعمل باتشنج لثغرة موجودة في جهاز عنده أو إن هو يكتشفها، فعشان كده بيبقى الحمل الأكبر على الشركة. ممكن مثلا شركة عملت ريليز لديفايس معين، تمام، والديفايس ده بقاله سنتين في السوق وظهر فيه ثغرة معينة. هي مثلا في خطة للشركة دي عشان تمشي عليها، في خطة للشركة وخطة لكل تيم. فكون ان هم يخرجوا عن الخطة دي عشان يعملوا باتشنج للديفايس او كده بيكون الموضوع مكلف عليهم جدا. دي أول حاجة. تاني حاجة، بيبقى في خطة زمنية بالنسبة لأن هما خطة يعملوا زمنية ريليز لإطلاق للديفايس. أجهزة معينة. في الخطة الزمنية دي بيكون في ضغط بيكون في ضغط على الموظفين وعلى الديفلوبرز وكده، فبيكونوا ملتزمين بوقت معين إن هما يسلموا فيه الديفايس ده عشان يعملوا ريليز وكده. فالضغط ده على الموظفين بيسبب إن الديفايس ما بيكونش مر بمراحل، يعني في مراحل ما خدتش وقتها، فبيطلع الجهاز في الاخر فيه بعض الثغرات الامنيه اللي مفيش حد عدت عليه او مفيش حد اكتشفها. تمام، اول حاجه هنتكلم عن اهميه الاي او تي سكيورتي او الاي او تي هاكينج. هنتكلم عليه من 3 نواحي او من كذا منظور مختلف. اول حاجه، اهميه الاي او تي سكيورتي بالنسبه للحياه البشريه. طبعا عارفين كلنا ان اجهزه الاي او تي بقت موجوده في كل بيت تقريبا، من اول السمارت ووتش مثلا لحد الثلاجه السمارت او السمارت بالب اللمبه اللي عند حضرتك، او السمارت بلاج، او حتى السمارت باور هاب. حاجات كتير، اجهزه كتير سمارت، ممكن توصل حتى للشنطه بتاعت حضرتك سمارت، في دلوقتي سمارت شوز، في حاجات كتير سمارت في حياتنا اليوميه زي ما موجود قدامنا في الصور. مثلا هتلاقيه في وسائل المواصلات، هتلاقيه في الاكسس كنترول، هتلاقيه في اجهزه الترفيه زي اجهزه الجيمنج واجهزه الميديا، هتلاقيه في الساعات، هتلاقيه في محطات البنزين، التنكات بتاعه البنزين او المضخات بتاعه البنزين، في بعض منها بيكون اجهزه اي او تي. هتلاقيها عندك في الطبع، هتلاقيها عندك في الشغل، هتلاقيها في وسائل المواصلات، هتلاقيها في المستشفيات، هتلاقيها في كل حاجه اجهزه الاي او تي. تمام، فاي جهاز منهم بيكون بيتحكم في حاجات ممكن تأثر بشكل مباشر على حياة البشر. يعني مثلا في حطة بنزين لو حصل أي خطأ بسبب ثغرة معينة ممكن يسبب حريق مثلا، أو حاجة تأثر على حياة البشر. كذلك في المجالات الطبية وفي وسائل المواصلات، وطبعا في الأكسس كنترول ممكن نتيجته تكون مثلا المكان بتاعك اتسرق أو حاجة زي كده. تمام، أهمية الموضوع ده أو البنفيتس اللي ممكن تعود علينا كريت تيمر أو كمنتريشن تيستر، رقم واحد هنبدأ مثلا بالباج هانتر كمثال. لو في عند حضرتك مثلا ايه جهاز ولقيت في الجهاز ده ثغرة معينة، اي برودكت ايا كان، ممكن مثلا في البروجرامز اللي عندك على البلاتفورمز المختلفة، اي بلاتفورم عندك زي هاكر وان مثلا او باك كراود او كده، تبدأ تعمل اوتوميشن انك تسكان الشبكات بتاعتهم، انك تلاقي الديفايس ده موجود مثلا في انفراستراكشر خاصة بشركة بتعرض باونتي على الثغرات عندها، فاهم؟ فتبدأ ان انت تبلغ لما بيكون عندك ثغرة في برودكت معين، خصوصا لو كان الاصدار الفريم وير بتاعه مش قديم. فرصة انك تلاقي من الديفايس ده اكتر من ديفايس اونلاين او واصل على الانترنت فرصة كبيرة.
اما كارت تيمر، حضرتك كارت تيمر لو معاك، لو لقيت مثلا في شبكه معينه، الشبكه اللي انت بتستهدفها او ده التارجت بتاعك، لقيت جهاز اي او تي، تمام، فبتكون فرصتك انك تدخل الشبكه عن طريق الجهاز ده يعني ايه، ممكن نقول 60% او 80%، لان الاجهزه دي بنسبه كبيره بتكون يعني ايه مهمله. الناس بتهتم بالشبكه، بتهتم بالويب ابلكيشنز، بتهتم بكذا بتهتم بكذا، بس اجهزه الاي او تي ناس كتير ما بتهتمش بيها. ممكن تلاقيها اضعف نقطه عندك في الشبكه او اضعف نقطه في التارجت، انك حضرتك تدخل عن طريق جهاز من اجهزه الاي او تي اللي موجوده، او حتى هاردويرز زي من النتورك ابلاينس، مثلا نتورك ابلاينس زي راوتر او سويتش او اكسس بوينت كده، حاجه اوت اوف ديت، تبدا حضرتك تحمل الفريم ويب بتاعها وتبدا تعمل له اناليسيس، ممكن تعمل له ايميوليشن وتبدا ان انت تعمل له ديباجنج وفازنج وكده، وتحاول تطلع فيه ثغره معينه تقدر تدخل منها لايه الشبكه. طبعا الموضوع ده هيوفر عليك كتير، هيوفر عليك مثلا ان انت تبدا تسبير فيشنج او تعمل حاجه تانية، هيوفر عليك كتير، لان انت مش هتحتاج مثلا ان انت تاكسس في بي ان او تعمل باي فوتنج او كده، لان انت مثلا اجهزه الاي او تي معظمها بتكون بيزد اون لينكس، فتقدر ان انت تستخدم الديفايس ده كباك دور داخل الشبكه ليك من غير اي تعب منك. الخطوه الاولى بس هي اللي بتكون اصعب، ان انت ديتكت الديفايس ده وتعرف اصدار الفريم وير اللي موجود على الديفايس، بعد كده تحمل ديفايس الفريم وير الخاص بالديفايس ده وتبدا تعمل له ايه اكستراكت، وبعد كده اناليسز، وتحاول تلاقي فيه ثغره تفيدك ان انت تدخل الشبكه. التحديات بقى اللي ممكن تواجهنا في الموضوع ده، اول حاجه واشهر حاجه الديفايسز اللي ممكن تحتاجها حضرتك، مثلا في حاله من الحالات كمنتريشن تيستر او كالتيمر او كباج هانتر، اضطريت ان تشتري الديفايس نفسه لان الفريم وير مش متاح مثلا ان بابليك، ما قدرتش توصل للفريم وير، فاضطريت تشتري نسخة من الجهاز ده عشان تكستراكت الفريم وير. عشان حضرتك مثلا تكستراكت الفريم وير بتحتاج أجهزة، تمام، ممكن مثلا كبديل مثلا للباس بايرت أو للجاتا جوليتور، ممكن تستخدم الأردوينو أو تستخدم الراسبيري باي، في تقريبا سوفت وير اسمه اوبن او سي دي، ممكن تستخدم الراسبيري باي كبديل للباس بايرت أو للباس بلاستر، تمام. التحديات دي كل حضرتك تقدر تتخطاها في بعض الأوقات، مثلا لو في بديل بدل ما تشتري الديفايس تقدر ان حضرتك تحمل الفريم وير ده، فخلاص مش محتاج تشتري الديفايس، تقدر تعمل اناليسيس للفريم وير. بالنسبة للفرص الموجودة في المجال، أشهر الفرص الموجودة طبعا شركات السيارات بتطلب الناس الشاطرة في الـ IoT Security والـ IoT Hacking كتير جدا، مطلوبين في مجال السيارات. او بالنسبة للفيندورز، الناس اللي هم المصنعين مثلا لأجهزة الشبكات او أجهزة الاي او تي، وطبعا السعر بتاعهم بيبقى اعلى. في برضو من البنفيتس حاجة ممكن تعود عليك شخصيا، حضرتك مثلا عشان تبقى شاطر في الاي او تي سيكيورتي او الاي او تي هاكينج، بتعدي مثلا على الوايرلس اتاكس، بتعدي على الويب ابلكيشن سيكيورتي، بتعدي على النتورك سيكيورتي، بتعدي على كذا حاجة، ففي النهاية بتلاقي حضرتك عندك نولج كبيرة جدا، ممكن تشتغل في اي حاجة من الحاجات دي، تمام، مش شرط اي او تي سيكيورتي بس. عشان توصل لحضرتك تكون كويس في الاي او تي سيكيورتي مثلا، ممكن تكون مش ممكن لا هو اكيد لازم تكون شاطر في مثلا في الاكسبلويت ديفلوبمنت وهكذا، ففي حاجات كتير بتعود عليك كشخص. هنتكلم، هناخد نظرة سريعة عن الاي او تي هاكينج. دلوقتي قدامنا ديفايس مثلا عايزين نبدأ بيه، في معايا ديفايس عايز ابدا بالجهاز ده مثلا، ده التارجت بتاعي وعايز ابدا بيه. اول حاجه بتعمل انيميليشن، مرحله جمع المعلومات. الديفايس معايا لسه الديفايس مقفول، مثلا في ايدي جهاز راوتر او اكسس بوينت او اي او تي هاب، ايا كان الجهاز هو ايه. في البدايه خالص ببدا مثلا ايه، لو المانوال موجود او الكتالوج ببدا ان انا ابص عليه، اشوف الكتالوج ده من الاول للاخر، افهم الجهاز ده ايه التكنولوجيز اللي موجوده فيه، تمام، اشوف برضو سنة التصنيع، اشوف لو في امكانية ان انا احمل الفريم وير بتاعه، حتى لو الديفايس يعني لو الديفايس معايا الموضوع ده ممكن يفيدني، تمام، اعرف كل التكنولوجيز اللي موجودة عشان بعد كده نروح للخطوة التانية، اقدر احدد الاتاك سيرفيس، تمام. عشان نحدد الاتاك سيرفيس محتاجين نعرف كل التكنولوجيز المستخدمة في الجهاز. يعني مثلا قدامنا هنا في الصور
ممكن الجهاز ده فيه ديتا بتتنقل عن طريق الانترنت، تمام. ممكن في مثلا ويب ابلكيشن اكسبوزد تقدر تاكسسه من الانترنت من بره، في كده ده التكست سيرفيس اللي هو الويب ابلكيشن. ممكن بعد كده تلاقي فيه مثلا بيستخدم ار اف، تقدر تجرب الريبلاي التكست. ممكن تلاقيه بيستخدم وايرلس تكنولوجي زي البي ال اي او الواي فاي مثلا او اللورا وين ايا كان. فده هيخليك بعد ما تحدد الاتاك سيرفيس عرفت خلاص ايه اللاير او ايه السيرفيس اللي حضرتك هتستهدفه، تبدأ تحدد ايه الاتاكس اللي ممكن تعملها. ده الثريت موديلنج، تمام. مثلا ويب ابلكيشن، فتبدأ مثلا تقول ممكن ندور على اكسس كنترول، مشكلة في الاكسس كنترول، اي حاجة لوجيكال في الابلكيشن نفسه فيها مشكلة. ممكن ندور على ار سي اي، ممكن ندور على كوماند انجكشن، ممكن ندور على كذا على كذا. عندنا برضو نتورك هاكينج، محتاجين يكون عندنا فكرة عن النتورك هاكينج والنتورك اتاكس والكلام ده، ماينر ذا ميدل وغيره. الهاردوير هاكينج، تمام، محتاجين يكون عندنا فكرة عن اختراق الهاردوير نفسه، ان انت تعمل انالسيس للهاردوير نفسه. حضرتك هتفك الديفايس وتبدأ تعمل ريفرسال ديفايس، تبدأ تفهم البي سي بي ماشية ازاي، فين الكنترولر، فين عقل الجهاز ده، تمام، فين الكومبوننتس التانية، طب الكومبوننتس الكونكشن ما بينها وما بين العقل الجهاز او اللي هو الكنترولر او الاس او سي او البروسيسور ايا كان هو، تمام. تبدأ ترسم على ورق السكيما او المخطط بتاع البوردة اللي قدام حضرتك دي عشان تبدأ تكون فاهمها. بعد كده تقدر تحدد الاتاكس اللي ممكن تستهدف بيها الهاردوير نفسه، تمام. وده لير مهم جدا جدا جدا، ممكن اللير ده يوفر عليك كتير. مثلا لو انت ما قدرتش تتحصل على الفريم وير من طريق تاني، تمام، ممكن تقدر تتحصل على الفريم وير عن طريق الهاردوير نفسه، ان انت تعمل دمب للفريم وير من على الابروم مثلا او ايا كان، او ان انت تسنف الكونكشن ما بين الابروم وما بين الكنترولر او الاس او سي. عندنا رقم 6 الاي او تي هاكينج، الرقم 6 في الاي او تي هاكينج وهي الراديو هاكينج. اي اشارة لاسلكية، اي اشارة تحت بند الار اف او راديو فريكوينسي، تمام، من اول واي فاي اللي هو المشهور البلوتوث مثلا، الاي ار حتى بيعتبر راديو فريكوينسي. عندنا مثلا الموضوع ده شهير جدا في السيارات، مثلا سيارة تسلا كانت vulnerable للريبلاي اتاك. حضرتك تقدر تسجل السيجنال او تقدر تسجل الباكت اللي مبعوتة من الريموت للعربية، وتقدر ان انت تسجلها وتعمل لها ريبلاي تاني او ان انت تعمل لها اعادة بث، والعربية عادي مش بتتشك على الموضوع ده، تمام. عندنا النقطة بعد كده ال common weaknesses، نقط الضعف المشهورة. اول حاجة عندنا طبعا ال OS top 10 IoT، حضرتك هتلاقي فيهم اشهر top 10، اشهر 10 ثغرات او weaknesses بتستهدف اجهزة ال IoT. عندنا بعد كده ال fault injection، وده اتاك شهير جدا. تقدر ان انت تستخدم الاتاك ده ان انت تعدي السكيورتي اللي متطبق على الهاردوير نفسه، تمام. فولت انجكشن ده بيكون عبارة عن ان حضرتك بتستغل التغيرات مثلا بتاعة الكهرباء او تغيرات الار اف ان انت تأثر على الجهاز. طبعا كلنا عارفين، هبسط الموضوع شوية، طبعا كلنا عارفين الديتا اللي بتتخزن في الجهاز او الديتا اللي بتعدي مثلا ما بين الاس او سي والابرم بتكون عبارة عن اشارات كهربائية، تمام. فكل اللي حضرتك بتعمله ان انت بتلعب في الاشارة دي، كمية الكهرباء اللي داخلة الجهاز حضرتك بتخليها مش مستقرة، وبتبدأ تشوف التأثير على الديفايس ده بيكون ازاي، تمام. طبعا الموضوع انا ببسطه جدا، بس لو حضرتك تعرف اكتر عن فولت انجكشن، تمام، تحت في الديسكريبشن او في الكومنتات هسيب فيديوهات بتشرح الفولت انجكشن ان ديتيلز. رقم 3 التايمنج اتاكس، حضرتك بتشوف الديفايس ده عند عملية معينة بياخد فيها وقت قد ايه. مثلا عند عملية مثلا بتشيك على الباسورد، هنشوف لما انا مثلا بكتب 4 اصفار بياخد وقت قد ايه، لما بكتب 4 وحايد بياخد وقت قد ايه. عندنا مثلا كومبينيشن من 4 ارقام في ديفايس معين زي اللي عندنا في الصورة ده مثلا،
في كومبينيشن من 4 أزرار، لما بتضغط عليهم بترتيب معين الديفايس خلاص انت بتقدر تعمل لوجن عليه. فاحنا نجرب مثلا اول زرار نضغط عليه 4 مرات، تاني زرار نضغط عليه 4 مرات، تالت زرار 4 مرات، وهكذا ال4 أزرار. وفي كل مرة بنحسب الوقت اللي هو بياخده لحد ما يرد علينا او يقول لنا ان الباسورد غلط. في مرة من المرات دي هنلاقي الوقت اللي بياخده زيادة او اقل، يعني هنلاقي مثلا لو هو بياخد 200 ميكرو سكند، من 200 ل 200 مثلا و12 ميكرو سكند في كل مرة فيهم، لقيناه في مرة مثلا أخد 150 ميكرو سكند. يبقى أول رقم من الكومبينيشن اللي هي من 4 أرقام مثلا هي 3، لو رقم 3 أو الزرار التالت هو اللي أخد وقت مختلف أقل من الأزرار الباقية، يبقى أول رقم في الكومبينيشن هو رقم 3. فهتثبت حضرتك رقم 3 وتبدأ تجرب إيه في ال3 أرقام التانيين بنفس الطريقة. هتجرب 3 3 1، 3 3 2، 3 3 4، وهكذا. برضو هتلاقي فيه كومبينيشن منهم بتاخد وقت أقل من الباقيين، فهتثبت تاني رقم وتبدأ إن أنت تخمن على 3 رقم، وهكذا. وطبعا الموضوع ده ممكن يتعمل له اوتوميشن بديفايسز موجودة، بس زي ما قلنا الديفايسز دي من التحديات اللي ممكن تقابلك، فممكن الموضوع ده حضرتك تنفذه مانوالي في بعض الأوقات لو الموضوع بسيط. بس لو الموضوع معقد عن كده، مثلا بتكسر اي اس انكريبشن بطريقه التايمنج اتاكس، فلازم تستخدم ديفايسز معينه ان هي اوتوميت الموضوع ده. عندنا رقم 4 الار اف ريبلاي اتاكس، ودي اتكلمنا عنها قبل كده، ان حضرتك بتسجل الستاتيك كود اللي بتبعت من الريموت مثلا للديفايس او للابلاينس ده، وبتعيد بثه تاني او بتعمله ترانزميت من تاني، والديفايس بياخده وبيشتغل عن طريقه، او اللي هو بيتعامل كأن حضرتك بعت من الريموت من غير ما تشيك عليه، من غير ما يكون في رولينج كودز او اي حاجه من هي حاجات السكيورتي المعروفه في موضوع الار اف ده. رقم 5 الباك دور اكاونتس، وده موجود في كتير من الديفايسز كلنا بنستخدمها طبعا. دي بتبقى عباره عن اكاونتات الشركه او المصنع اللي بيصنع الجهاز بيسيبها عشان تساعده بعد كده ان هو يعمل مثلا ريسيت باسورد او كلام من ده. من أشهر الشركات اللي كان فيها المشكلة دي شركة دهوة، كانت الأجهزة بتاعتها بتنزل بأكاونت له روت بيرميشن وهارد كودد في الديفايس، ففي ناس قدرت إن هي تريفرس الفريم وير وتكراك الباسورد ده، وبقى معاها باسورد له صلاحيات الروت أو معايا روت بيرميشن على كل الديفايسز من ماركة ده، تمام. وكان له اس اس اتش اكسس، يعني كان اليوزر ده محدش يقدر يغيره. حضرتك كيوزر كاند يوزر مالكش صلاحية او مالكش اكسس ان انت تغير الباسورد ده، او حتى حضرتك ما تعرفش ان هو موجود. فده كان عبارة بقى عن باك دور للشركة، بس طبعا اتكر قدر ان هو يستغل. عندنا رقم 6 الويب ابس، نقطة ضعف المشهورة في الويب ابس اللي حضراتكم اكيد عارفينها، او ممكن تدوروا على الويب توب 10 ويب مثلا وتشوفوهم. الاتاكس المعروفة زي الار سي اي، السيكوال انجكشن، الكلام ده كله. برضو في بعض الديفايسز بيكون فيها ويب يو اي عشان تقدر تكنترول عليها كيوزر عن طريق الويب او عن طريق البراوزر. فالويب ابليكيشنز دي بيبقى فيها نقط ضعف وممكن الاتاكر يستغلها ان هو يوصل لليفل اعلى في الديفايس ده. هنشوف دلوقتي بعض الثغرات اللي انا اكتشفتها في بعض الديفايسز. اول حاجه معانا الديفايس ده عباره عن سولار باور كنترولر من شركه كونتك. الديفايس ده اسمه سولار فيو كومباكت، اكتشفت فيه 4 ثغرات، او دول ال4 ثغرات اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده. اول واحده هو او اس كوماند انجكشن، ودي بتسمح لك ان انت حضرتك تنفذ كوماند على الجهاز من غير اي اوثنتيكيشن او من غير ما يكون معاك باسورد الديفايس عن طريق الويب ابلكيشن اللي موجود على الديفايس ده. عندنا التكست اديتور دوت بي اتش بي، ده كان فايل زي باك دور كده، زي ما اتكلمنا ان بعض الشركات بتسيب باك دورز في الديفايسز بتاعتها اليوزر ما يعرفش عنها حاجه. ده كان عباره عن باك دور يشبه الويب شيل كده، تقدر عن طريقه تعمل اديت لملفات البي اتش بي اللي موجوده على الويب سيرفر على الجهاز، او ان انت ترفع ملف تاني. دايركتوري ترافرسال، دي كانت تسمح لي ان انا اقرا اي ملف من الملفات اللي موجوده لوك على الديفايس. واخر حاجه ريفلكتد اكسسس.
طبعا كل الثغرات دي كانت موجودة في السيرفس او في اللاير بتاع الويب ابليكيشن. فرانكلين فيولينج سيستم، وده ديفايس بيمونيتور تانكات الوقود في محطات البنزين وكده، وده لقيت فيه ثغرتين من نوع دايركت وترافرسال. جهاز ويف لينك اللي موجود عندنا في الصورة، أول حاجة لقيتها هارد كودد انكريبشن ديكريبشن كي، وده يعتبر هارد كودد كريدنشالز. تمام، الانكريبشن والديكريبشن كي ده كان بيستخدم في انه بيشفر ملفات اللوج او بيشفر ملفات الفريم وير، بحيث ان هو بيتشيك على الانتجريتي، بحيث ان مفيش اتاكر مثلا لما يكون معايا نسخة من الفريم وير ده يقدر يفكها او يقدر ان هو يعدل نسخة الفريم وير دي ويرفعها، وهو مثلا عمل انجكت الباك دور جواه. فمن غير ما يكون معاه الانكريبشن والديكريبشن كي ده مش هيقدر يعمل الموضوع ده، بس من خلال ان احنا عملنا اناليسيس للفريم وير الخاص بالديفايس ده قدرنا ان احنا نحصل على الانكريبشن والديكريبشن كي. تاني حاجة incorrect access control، ودي قدرنا نوصل منها لليوزر نيم والباسورد بتوع الويب ابلكيشن. التالتة reflected cross site scripting، والرابعة local file disclosure، ودي برضو قدرنا ان احنا نريد منها الفايلات الانترنال في الديفايس نفسه. دي بعض الفندورز التانيين اللي انا اكتشفت فيهم بعض الثغرات. برضو معانا لينكسز، دي لينك، سوني، سي جيت، ايسوس، زيكسل، انوا، اميرسون. طبعا الثغرات كانت بتختلف في السيفيريتي بتاعتها من لو لكريتيكال. كان في بعض الحاجات وصلت ل ار سي اي، كنا بننفذ كوماند از روت يوزر. تمام، وفي بعض الحاجات كانت لو زي مثلا اكس اس اس وحاجات زي كده. في النهاية بشكر حضراتكم وبشكر المنظمين. لو في اي استفسارات هكون موجود على الاكونت على لينكد ان موجود في اول سلايد.